انتشار فيروس كورونا في العالم قبل 3 شهور تقريبا إجراءات مشددة بدأت تتخذها الكثير من الدول، منها العزل المنزلي وفرض حظر التجوال، ليبدأ الكثير من الموظفين حول العالم العمل من داخل المنزل أو الشغل من داخل البيت بعد دعوات بعدم الخروج من المنزل للحد من انتشار هذا الفيروس. لكن الصورة ليست بهذا الجمال الذي تراه، ربما بسبب وجودك في البيت أو شغلك في البيت يكون حالك كمثل حال هذا الموظف اللي لقى نفسه قاعد بيشتغل في البيت، لكن مع وجود الأطفال ومع وجود الزوجة يحدث الكثير من المواقف المضحكة والمواقف المحرجة على حد سواء. لعلكم تذكرون هذا الرجل البروفيسور روبرت كيلي، هو أستاذ العلوم السياسية بواشنطن، واحد من أشهر المحللين السياسيين في العالم. وهذه الصورة تم التقاطها من مقابلة صحفية أجريت معه في عام 2017 على شبكة BBC. ظهر فيها كيلي وهو يتحدث في أحد النشرات الإخبارية، لكن كما تعرفون وكما شاهدتم جميعا هذا الفيديو، دخل ابنه عليه أثناء هذه المقابلة وعلى الهواء مباشرة ليحاول كيلي إزاحته. لكن المضحك في الأمر أن الطفل الثاني دخل أيضا عليه على الهواء عشان تتدخل زوجته بعد ذلك وتنقذ ما تم إنقاذه من هذا الموقف. الفيديو ده خلى كيلي وعيلته مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مع بداية العمل من المنزل بدأ الحديث من جديد عن هذه المواقف. الإعلامي جلال شهدة بيقول: هل تذكرون مقابلة روبرت كيلي عندما اقتحم أطفاله مكتب منزله خلال مقابلة مباشرة على الهواء مع BBC في عام 2017؟ يتحدث البروفيسور روبرت من جديد بوجود عائلته عن العمل من المنزل خلال فترة الحجر المنزلي في زمن كورونا. إذن بعد هذه الضجة بسبب العمل من المنزل يخرج من جديد روبرت كيلي للحديث هذه المرة عن إنجازاته في العمل من المنزل وفي وجود أسرته، زوجته والطفلة بعد ما مر عليها 3 سنوات، عشان يقول إن أسرتي بتساعدني دايما عن العمل من المنزل. لكن حط في موقف محرج تاني، وبنته ما سابتهوش، فضلت تشد فيه وتعمل مواقف مضحكة وتلعب في شعره. أيضا المقابلة كانت قبل يومين على شبكة BBC، ليبدأ مجموعة من النشطاء والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي نشر بعض من هذه الصور وهذه الأخبار وهذه المواقف. لعلكم تعرفون هذه المذيعة الإعلامية الشهيرة على شبكة فوكس نيوز، وهي شانون بيرم، واحدة من أشهر مقدمي النشرات الإخبارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه طلتها المعتادة، طلت أمس على الشعب الأمريكي لتقرأ نشرة الأخبار، لكن مع نهاية هذه النشرة نشرت شانون هذه الصورة، يعلم الجميع أن هذه النشرة لم تكن من مقر شبكة فوكس نيوز، لكنها كانت من غرفة نومها في بيتها بواشنطن. ليبدأ أيضا مجموعة من الإعلاميين الحديث عن هذا الموضوع. ريم بتقول: هكذا تم بث أحد برامج فوكس نيوز، المذيعة شانون بيرم كشفت عن التغيرات التي حدثت في الأستوديو الذي تقدم من خلاله أخبارها على فوكس نيوز نايت، حيث لم يعد لديها استوديو كما كان في السابق، بل أصبحت تقدم البرنامج من داخل غرفتها في المنزل مع عدد أقل من فريق العمل عليهم دائرة السوء. مش عارف ليه بتدعي عليهم، لكن يعني موفقين جدا في هذا القرار. أيضا بعض من الإعلاميين العرب ومنهم الإعلامية خديجة بن قنة الإعلامية في شبكة الجزيرة نشرت أمس تغريدة قالت فيها: ماذا لو ظهرت أزمة كورونا قبل اختراع الإنترنت؟ قالت: العمل من المنزل بعد أمس والجزيرة بودكاست. نشرت أيضا خديجة بعض من صورها داخل المنزل وهي تعمل هذه الصور، لاقت رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير جدا من المغردين العرب تفاعلوا معها وبدأوا يتحدثون عن هذه المنزل